طابت أوقاتكم. البداية مع العناوين. غوتيريس في لبنان اليوم ولقاء مع الرئيس عون. الراعي كيف تمعن فئة بتعطيل عمل الحكومة باسم الميثاقية. بري الأسبوع الحالي حاسم في تحديد مسار الأمور. الثانية والربع بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر الموقع otv.com.lb وعبر فيسبوك وتويتر. يصل اليوم إلى لبنان الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريس، ويستهل لقاءاته بلقاء رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون عند 17:00 اليوم، ويلي اللقاء مؤتمر صحفي مشترك. إشارة إلى أن مكتب الأمم المتحدة في بيروت كان أعلن أن الزيارة ستكون ذات طابع تضامني في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها لبنان. وسيلتقي غوتيريس أيضا رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة، إضافة إلى عدد من القادة الدينيين وممثلين عن المجتمع المدني. إلى ذلك أشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي خلال عظة الأحد إلى أنه بعدم انعقاد الحكومة تتعطل السلطة الإجرائية، ومعها تتعطل الحركة الاقتصادية بكل قطاعاتها والحركة المالية والحياة المصرفية، وبنتيجتها يفتقر الشعب. فهل هذا ما يقصده معطلو انعقاد مجلس الوزراء؟ أليس من المعيب أن يصبح انعقاد مجلس الوزراء مطلباً عربياً ودولياً، بينما هو واجب لبناني دستوري يلزم الحكومة؟ فكيف تمعن فئة نافذة في تعطيله باسم الميثاقية التي تشوه، بينما هي ارتقاء بالتجربة التاريخية للعيش الواحد بين المكونات اللبنانية، وهي قاعدة لتأسيس دولة تحقق أمان اللبنانيين جميعا وتبعدهم عن المحاور والصراعات، وهي أساس لبناء علاقات الدولة مع الخارج المدعو إلى الاعتراف بخصوصية لبنان. بعدم انعقاد مجلس الوزراء تتعطل السلطة الإجرائية، ومعها تتعطل الحركة الاقتصادية بكل قطاعاتها والحركة المالية والحياة المصرفية، وبنتيجتها يفتقر الشعب أكثر فأكثر. أهذا ما يقصده معطلو انعقاد مجلس الوزراء؟ أوضح رئيس مجلس النواب نبيه بري لصحيفة الشرق الأوسط أن الأسبوع الحالي حاسم في تحديد مسار الأمور، ويحمل مواعيد مهمة من شأنها أن تحرك المياه الراكدة. وأشار إلى أن ملف الأزمة الحكومية يراوح مكانه، داعيا في المقابل إلى العمل بجدية من أجل معالجة الأوضاع التي يمر بها اللبنانيون، وإلا فإننا ذاهبون نحو الأسوأ حكما. أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قووق أن معركتنا الانتخابية في السفارات لا مع الأدوات، وأن أمريكا وأدواتها في المنظمة ولبنان يريدون ويعملون على استمرار الأزمة واستغلال أوجاع اللبنانيين لتحقيق مكاسب سياسية. أمريكا وأدواتها المالية الإعلامية والسياسية لا يريدون معالجة للأزمة الحالية، يريدون الاستثمار والاستغلال للأزمة، استغلال معاناة اللبنانيين لتوظيفها سياسية. حاج قاسم هو صاحب الدور الحاسم في تطوير وتعاظم قدرات المقاومة كما ونوعا.
الحاج قاسم هو الذي استطاع أن يوجد تحولاً في الصراع مع العدو الإسرائيلي، وأوجد معادلة طوق النار حول الكيان الإسرائيلي. أكثر ما يخيف العدو اليوم أن إسرائيل محاصرة بالصواريخ من كل جانب. الذي أسس لهذه المعادلة وصاحب هذه الفكرة الاستراتيجية هو الحاج قاسم. أكد وزير الدفاع الوطني موريس سليم أن الجيش اللبناني يقوم بجميع مهامه على أكمل وجه رغم التحديات التي يواجهها المؤسسة العسكرية في ظل الأزمة الكبيرة التي يمر بها الوطن. موقف وزير الدفاع الوطني جاء خلال استقباله وزير الدفاع والخارجية الإيرلندي، وشدد الوزير سليم أمام الوزير الضيف على أهمية دعم بلاده للبنان في المحافل الدولية، أكان على صعيد مشاركة إيرلندا في الدورة الحالية لمجلس الأمن الدولي كعضو غير دائم أو في إطار الاتحاد الأوروبي. وتناول الوزيران الوضع العام في لبنان وفي الجنوب بشكل خاص، وشدد الوزير سليم على التزام لبنان بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة واحترامه لمندرجاتها كافة، ودان الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية المتكررة برا وبحرا وجوا. فعلا إذا كنتوا لبنانيين يصير فيه تغيير وتبديل، ويصير فيه حكم جديد، نهج جديد، لازم تمارسوا هذا الحق. القوات اللبنانية تدعي الثورة ومكافحة الفساد وتتحالف مع الحزب الاشتراكي. التفاصيل في تقرير جورج عبود. بالتلطي خلف الحراك وإسناد مهمة قطع الطرقات على المواطنين خلال التحركات الاحتجاجية بمختلف المناطق لمحاسبينا، باعتراف من الوزير السابق ملحم رياشي، حاولت القوات اللبنانية إخراج نفسها من بوتقة أحزاب السلطة، إلا أنه بمعركة القوات سعياً وراء هدف إظهار جعجع المسيح الأقوى يبدو أنه كل شيء مباح. ومع بدء العد العكسي للانتخابات النيابية عام 2022 ظهرت للعلن ملامح الغزل الاشتراكي القواتي. فوليد جملاط بحديث لمجلة لوريون لوجور الفرنسية أعلن التحالف بجبل لبنان مع القوات اللبنانية بقيادة سمير جعجع ضد التيار الوطني الحر، ليكون الرد من جعجع أيضا عبر رويترز عدم استبعاد التحالف مع جملاط. بإعلان النوايا إذا حسم الفريقان أمر لجهة خوض الانتخابات بخندق واحد، فتحت شماعة التمسك بمصالحة الجبل عم بحاول جعجع التملص من التناقضات. ففي حين بيعلن أنه حزبه جزء أساسي من قوى التغيير والثورة، عم يتجه للتحالف مع حزب شكل جزء من السلطة الحاكمة من أكثر من 40 سنة، وبوقت عم يتغنى جعجع أنه راس حربة ضد الفساد، رح يتشارك اللوايح الانتخابية مع جملاط يلي اعترف نوابه بالصوت والصورة أنه هرب ملايين الدولارات من المصارف. تحالف القوات الاشتراكي بيحمل طابع سياسي وهو مستمر من عام 2005 وبحقق مصلحة مشتركة للطرفين، فبحين بيحتاج الاشتراكي بالشكل لحليف مسيحي بالجبل، التعاون من خلال التحالف بيخدم القوات أكثر انتخابياً بمناطق بعبدة والشوف وعلي لتأمين حواصل والحفاظ على عدد من النواب داخل البرلمان، إضافة إلى أنه الاشتراكي بيملك بعض الأصوات بالمتن من الممكن تجييرها لصالح القوات وهي الطرف الأضعف متنياً. إلا أن الدوائر الانتخابية المذكورة تصطدم بالإشكالية التالية: لدى جملاط رغبة بالحفاظ على الحلف مع الحريري والدعم السني بالجبل كما مع جعجع، في حين أن الحريري ما بيرغب بالشراكة حتى اللحظة مع معراب. ليبقى السؤال التالي: هل الجفاء السياسي بين بيت الوسط ومعراب رح يشكل سبب لعدم اكتمال فرحة التحالف القوات الاشتراكي هالمرة؟ بالفعل إذا كنتوا رغبانين يصير فيه تغيير وتبديل، ويصير فيه حكم جديد، نهج جديد، لازم تمارسوا هذا الحق. فاصل ونتابع النشرة. أهلا بكم من جديد. غداء للمسنين في جزين بمبادرة من لجنة المرأة في التيار الوطني الحر وبرعاية النائب السابق أمل أبو زيد وحضوره.
رعى النائب السابق أمل أبو زيد حفل الغداء الذي أقامته لجنة شؤون المرأة في التيار الوطني الحر في مدينة جزين للمسنين من أهالي المنطقة. وشارك في الغداء رئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش ومنسق هيئة قضاء جزين في التيار جوني أبي نادر وعدد من المخاتير والفعاليات. وشدد أبو زيد على أهمية هذا اللقاء كي يشعر من بلغوا خريف العمر بدفء الميلاد. مثل العادي بنقول لنا الله يطول بعمرهم ويعطيهم الصحة ونضل نحن وياهم يعني على هدف واحد اللي هو صحة واللي هو كمان الحياة الرغيدة والآمنة على الرغم من الصعوبات اللي عم نعيشها كلياتنا مع بعضنا، ولكن مثل ما نحن بنعرف انه بالمجتمع اللبناني العالم لبعضه، وهذا الشيء متمثل نحن عنا بمنطقتنا بإذن الله، إن كان المغتربين من المنطقة أو حتى من أهل المنطقة بيقفوا حد بعضهم بيساعدوا بعضهم. مثل ما كلنا بنعرف أنه بسبب كورونا بالسنتين الماضيين اضطرينا أنه نخفف كثير هذه اللقاءات، حتى السنة عاملين يعني هالمناسبة ولكن منا بالعدد اللي كنا نعمله بالماضي لأسباب الكورونا، ما بدنا نحن نكون عندنا سبب مباشر حتى الناس تقدر تنصاب يعني بالكورونا، ولكن ضروري انه انا هون بدي اخذ هذه المناسبه لاشكر هيئه طيار جزين وتحديدا لجنه شؤون المراه يلي بالتعاون معها نحن قمنا بهذا العمل اليوم حتى نضل نفرجي صوره للناس انه نحن متضامنين مع بعضنا كعائلة وحدة بمنطقة جزين. منسق هيئة قضاء جزين في التيار الوطني الحر وصف اللقاء بأنه لفتة إنسانية تجاه المسنين كي لا يكونوا منسيين. حبينا كمان نكون مع هالناس، ناس الكبار بالعمر وناس صغار، لأنه الحلو الفرح ونكون مجموعين مع هود العالم كمان، لأنه كمان ممكن هن في ناس منهم منسيين وما حدا عم بيذكرهم أو ما حدا عم بيطلع عليهم. فنحن وجودنا كتيار هيئة قضاء وكتيار الهيئة المحلية ضروري نكون حد كل الناس وبكل المناسبات. هذا وتخلل الغداء بين أبو زيد والمسنين استرجاع لأجمل الذكريات وتأكيد على حرارة المحبة والوفاء والانتماء إلى أرض منطقة جزين الطيبة. بعد البلبلة حول الأقساط المدرسية، وزير الصحة يوضح عبر الأو تي في في تقرير لجويس نوفل. الكلام عن زيادة الأقساط المدرسية لم يكن وليد الساعة، بل سبق وكان محور أساس منذ ازدياد حدة الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان، ما تسبب بأعباء كبيرة على المدارس، وبالتالي أصبح احتمال الزيادة يكبر يوما بعد يوم، خصوصا على أبواب الموازنات المدرسية. إلا أن وضع الأهالي وأولياء التلاميذ يكون دائما بالمرصاد، فلا أحد يملك القدرة اليوم لدفع قرش زيادة. القانون رقم 515 ونسبة 65% و35% هما الأساس، وهذا ما تطالب بتعديله المؤسسات التربوية. هذا النقاش الذي احتدم بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة الأخيرة لم يخلص إلى قرار رسمي جديد. اقتراح القانون كان من شأن تسهيل عمل المدارس في تقديم موازناتها، لأنه إذا أبقيت النسبة المنصوص عنها في المادة 2 التي تم اقتراح تعديلها، نسبة 65 على 35، ما في مدرسة رح تقدر تتوصل إنها تعمل موازنة صحيحة. ردة فعل الأهالي طبيعية وأنا متفهمة، ومثل ما تفهمت طلبات المدارس بدي أتفهم أكثر طلبات أهالي التلاميذ في هذا الظرف الاقتصادي والمالي والمعيشي الصعب، أنه لا يمكن تحميلهم أي أعباء. قلنا بالمجلس النيابي أنه على استعداد لإجراء التدقيق في كل موازنة بحيث لا نسمح لأي مدرسة بتجاوز الحدود، لأنه في أشياء كتير من وقتها أن تقيدها المدارس على ميزانيتها أو أنه تلزم أولياء التلاميذ بدفع. نحن ملتزمون بالقانون، ولكن هناك شق واقعي وعملي، هناك أعباء إضافية على المدرسة، إن من ناحية زيادة بدل النقل، إن من ناحية الزيادات على الرواتب، وإن من ناحية الزيادات على المصاريف التشغيلية من سعر المحروقات من المشتريات بالدولار. كيف بدنا ندخل هالأعباء الإضافية ضمن الموازنة؟ هيدا السؤال الكبير والمطروح. لذلك طلبنا ونطالب بتعديل القانون 515 البند جين
تعديل النسب بين 35 و65 حتى تستطيع الموازنة أنه تستوعب هذه الزيادات. المهم في الأمر أن لا يكون هناك زيادات عشوائية على الأقساط. الأهل اليوم كلهم بأسمه، وما منقدر نزيد أعباء على الأهل غير مدروسة وغير منطقية. يجب أن تبقى الأقساط المدرسية بمقدور الأهل. ماذا عن استيفاء الأقساط بالدولار الأمريكي؟ يأتي الجواب حاسما من الأب نصر والوزير الحلبي أن الليرة اللبنانية هي العملة الوطنية. وماذا عن المخالفين؟ في مدارس كما اتصل بعلمنا طلبت من أولياء التلاميذ أن يدفع جزء من القسط على أساس الدولار الأمريكي النقدي. صحيح. هذا الأمر أيضا غير مسموح فيه وغير مجاز بالقانون، والوزارة بالتأكيد ستعالج هذا الأمر وستتصدى له. نعم، نحن ملتزمون باستيفائها بالليرة اللبنانية وفقط بالليرة اللبنانية، لأن المواطن اللبناني عم يتقاضى المعاش بالليرة اللبنانية، والمدرسة ملتزمة أنه تأخذ القسط بالليرة اللبنانية. إذا كان هناك من حالات استثنائية بهذا الموضوع فيجب مراجعة ومحاسبة هذه الحالات الاستثنائية بهذا الأمر. وزارة التربية مفروض أن ترعى أي حوار بين المدارس وأصحابها وبين ممثلين عن أولياء التلاميذ، وبالنتيجة في محكمة حل الخلافات الوقت كتير قريب، بتأمل أنا أنه نتمكن من إصدار المراسيم في تعيين مجالس حل الخلافات بين المدارس وأولياء التلاميذ بكل المحافظات في أقرب فرصة. ما تعانيه المدارس والأهل والتلاميذ اليوم هو فصل جديد من نتائج فصول الأزمات المتتالية، فصحيح أن المحاولات ستكون على قاعدة لا غالب ولا مغلوب، لكن الحل الجذري هو بوقف انهيار البلد وكشف الفاسدين من كل حدب وصوب. فصل جديد ونتابع النشرة. أهلا بكم من جديد. في الأخبار الإقليمية والدولية، شدد وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان في كلمته خلال اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في باكستان على أن تدهور الأوضاع الإنسانية في أفغانستان سيؤثر على الاستقرار الإقليمي. وأكد وزير الخارجية السعودية على ضرورة احترام حقوق الإنسان في أفغانستان، مشيرا إلى أن الانهيار الاقتصادي للشعب الأفغاني سيؤدي لمزيد من عدم الاستقرار. ودعا الأمير فيصل بن فرحان المجتمع الدولي للمساعدة في وقف تدهور الأوضاع في أفغانستان، لافتا إلى أنه يجب أن يساهم الأفغان أنفسهم إلى إنهاء المأساة التي تعيشها بلادهم. أكد مكتب رئيس الوزراء البريطاني استقالة الوزير ديفيد فروست الذي قاد مفاوضات بريكزيت في عهد رئيس الوزراء بوريس جونسون، معبرا لجونسون عن مخاوفه بشأن الاتجاه الذي تسير به الحكومة حاليا. مع هذا الخبر نصل إلى ختام هذه النشرة. للمزيد تابعونا عبر إنستغرام، فيسبوك وتويتر. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.